السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. شركة عمار وإعمار المتخصصين في مواد البناء والسباكة والصحيات بأسعار الجملة، موقعهم في مخرج 17 على شارع جياد مباشرة. اكتب في جوجل ماب شركة عمار وإعمار بيوصلك هنا مباشرة. عندهم توصيل داخل الرياض إلى باب البيت، وعندهم شحن لجميع مناطق المملكة. صور لكم الأسعار والأصناف اللي عندهم في السنابات القادمة. ما شاء الله المستودع اللي عندهم، بحاول أغطي لكم أغلب الأسعار والأصناف اللي تحتاجونها سواء في المستودع أو في صالة المعرض تحت بإذن الله تعالى. هنا جزء من المستودع، السخانات، هنا المواسير، الخلاطات، شغلات كثير جدا بنسعرها إن شاء الله في السنابات القادمة. والأسعار عندهم هالشطاف الإيطالي وعليه ضمان ب5 ريال فقط، ومعي هالسعر هنا شطاف إيطالي طبعا مع اللي كامل وضمانه 3 سنوات، صناعة واضحة قدامك، هذا كم تلقاه برا؟ عندهم ب14 ريال شامل الضريبة. شوفوا أسعار ليات السخانات كم تأخذونها برا. صناعة إسباني 60 سنتي موجود، 80 سنتي موجود، 60 سنتي سعره 3 ريال، وال80 سنتي ب4 ريال شامل الضريبة يا بلاش. طبعا هنا المعرض، عطني أسعار الشطافات اللي هنا. ده 14 يا غالي إيطالي كروم. كم ضمانه؟ ضمانه 3 سنين. إيطالي ضمان 3 سنوات، 14 ريال. 14 ريال. طيب واللي بعده؟ حاجة سنة كويسة زي دي كده، دي ضمانها 2 سنين بس، قلب نحاس ويستحمل ضغط مية بار ونص. ممتاز. 1.5. والسعر؟ 22 ريال. 22 ريال. بعض الإيطالي أسود 38 ريال. ماشي. الأبيض 20 ريال بلاستيك. ممتاز. ماشي. في عندك تاني اللي هو مدير جروهي، ده ب22 برضه، نفس الجروهي ضغط، يستعمل ضغط مية. ممتاز. ماشي. في برضه إيطالي اهو. طب الأسعار شامل الضريبة؟ شامل الضريبة كلها، ده ب20. في ألماني برضه 20 شامل. ضمانة؟ ضمانه ده 2 سنين. 2 سنين. ده صيني مدير جروهي، استرجاع فوري إذا وصار في مشكلة. استرجاع. ممتاز. أي شيء. في ده مدير جروهي برضه، ده بيعمل 30. أسعار المحابس؟ في حاجة زي دي كده محابس ضمانها 5 سنين، ماشي، دي ب8.5. 8 ريال ونص. طيب اللي بعده اللي هو ده ألماني ضمان 5 سنين، ضمان 5 سنوات. سعر؟ سعره ب10.5. 10 ريال ونص. ممتاز. في بعد اللي هو حرف ال برضه النحاس بيعمل 8 ريال. ضمانة؟ بس قلب نحاس وسن نحاس ضمانه 5 نفسه. 5 سنوات. في اللي هو الأسود إيطالي بيعمل 14 ريال، ضمانه 5 سنين برضو كذلك. أيضا هذا إيطالي ضمان 5 سنوات، 14 ريال. في حاجة ستيل. طيب. زي دي كده ضمانه 5 سنين برضو بس ستيل كامل 304. السعر 9 ريال. 9 ريال. حاجة نضيف. ماشي. في حاجة بقى زي دي كده رخيصة زي بتاع المحلات برضو. جميل. اللي هي حرف الإل زي دي كده تعمل 5 ريال. طبعا عندهم تنوع كبير الأسعار من 5 ريال وان طالع. يعمل 13. 13 ريال. ماشي. في عندك بقى بعد كده العرباب ده طويل 8 سنتي، يعمل 9 ريال. ضمانه كم؟ ضمانه 5. في الذهب 14 ريال. طيب زي ده كده 13 ونص. خلاط مدلع إيطالي طبعا ضمانه 5 سنوات، هذا كم تلقونه برا؟ سعره عندهم 125 ريال شامل الضريبة والضمان 5 سنوات إيطالي. هنا خلاط فيجو إيطالي أيضا ضمان 5 سنوات، سعره 140 ريال. قارن وشف الفرق بين الأسعار. عندكم هنا رونا خلاط مغسلة باللون الأسود شلال، سعره 95 ريال. عندكم هنا خلاط كروم 83 ريال، هالنوع 184 ريال. نوريكا سحاب 155 ريال. هنا كريستال خلاط أبيض مع ذهبي متوفر منها عدة ألوان 107 ريال ونص شامل الضريبة. هنا كراسي الأفرنجي متوفرة بعدة أنواع، وقارن برا في السوق وشوف الأسعار الجميلة اللي عندهم. هنا ضمانة 5 سنوات ب255 ريال. اللي بعده 261 ريال و74 هللة، هالنوع 300 ريال. عندكم هالنوع 271 ريال و42 هللة. هنا 285 ريال. اللي عندك هنا 265 ريال
هالنوع هالشكل 915 ريال. عندهم شحن وتوصيل جميع مناطق المملكة، توصيل داخل الرياض وشحن جميع مناطق المملكة. عندكم كراسي الفرنجي المعلقة توفر عندهم وبسعر 345 ريال شامل الضريبة. صناعات المغاسل عندهم أنواع وأشكال وأحجام. اللي فوق كم أسعارها؟ أول واحدة محراب مزمة 45. 45 واللي هنا؟ 80 و60 110. 110 واللي هنا؟ الدائرية 155. 155 اللي مع الإضاءة اللي فوق. طيب اللي هنا؟ 155. 155 اللي فوق هنا؟ 96. واللي هنا 100 ريال. 100 ريال. هذا الستاندر العادي. 25. نعم. 100 ريال. النوعين 100 ريال. واللي هنا 100 ريال. زهل كروم 95 ريال. 55 ريال كروم. اللي هنا أيضا 115 ريال. وهناك 120. وآخر واحدة. أيضا متوفر عندهم هالأشكال من مغاسل الديكور. فايبر هالنوع 80 سنتي ب 530 ريال. وهنا 530 ريال. أيضا هنا 60 سنتي 575 ريال المغسلة كاملة. أيضا متوفر عندهم عدة مغاسل مثل هالموديل 60 سنتي ب 590 ريال شامل الضريبة. عندكم أيضا الموديل لون الأسود سعره 1160 ريال شامل الضريبة. هنا أيضا عندهم تنوع كبير في الخلاطات وأسعار جدا منافسة. يعني عندهم مثل هالنوع من الخلاطات سعره على 35 ريال، هنا 47 ريال، اللي فوق 45 ريال، هنا 35 ريال، 69 ريال. وضمانات تأخذ الضمان هنا سمي أبو ضمان 5 سنوات، هنا 60 ريال فيه الاوتوماتيك وفيه العادي 63 ريال، 75 ريال وضمان 5 سنوات. يفرق في الأسعار، قارن بنفسك واحكم. هنا 47 زي ما ذكرنا. أيضا هالنوع من الخلاطات أيضا تنوع كبير جدا، فيه 63 فيه 47 فيه 80، ما شاء الله تبارك الله. خلاط ضمان 5 سنين سعر 93 ريال. خلاط شطاب ايطالي ضمان 5 سنين 93. هنا 97 ألماني 95 ريال ضمان 5 سنين ألماني 105 ريال. اللي هنا 125 ريال. 125 ريال. وش الصناعة؟ ألماني. جميل. عندك الهوبر ألماني 110 ريال ده ضمان 5 سنين برضو. اللي هنا؟ هنا عندي ده الدكس ده فاضي. عندي الشطاب 77 ريال. الدش 95 ريال. 95 سنين مره. ممتاز. تمام. اللي هنا عندي ده صيني درجه اولى، حاجه ممتازه جدا محترمه جدا ضمان 5 سنين. واللي هنا هذا برضو صيني ضمان 5 سنين برضو 64 حاس. هنا 55. نعم. 76 80 تنوع كبير جدا. نعم. كل الصناعات موجوده، في ضمان 5 سنوات، في 3 سنوات، هذا خلاط رخام ضمان 5 سنين ايطالي 165 ريال. هذا ايطالي برضو ده ذهبي وده كروم ده 145 ريال. 145. نعم. اللي هنا 50 ريال ما خلاط مغسلة طويل. خلاط مغسلة طويل 145. 140 ذهبي. 135 اسود. 160 هذا ايطالي برضو ضمان 5 سنين تقيل جدا. هذا صيني ضمان 5 سنين حاجة محترمة جدا برضو نحاس 120 ريال ذهبي 130 ريال. هذا 125 ريال خلاط مغسلة طويل ان شاء الله. في عندك هنا خلاط مغسلة 80 ريال. هنا ده دونا خلاط 145 ريال. 145 ريال 138. اللي هنا هنا في عندي هنا ده النحاسي ده صيني ضمان 50 محترم نحاس تقيل جدا 255 ضمانة ضمان 50 5 سنوات. اي شيء رجع على طول. اي شيء استبدال فوري في المعرض مباشرة. ضمان معرض ضمان المعرض مفيش اي مشكله. هذه اذا خلاطات مقله كلها ايطالي وصيني الاصناف كثيره جدا سواء في المعرض او في المستودع. احاول قدر الامكان نغطي اللي عليها الاستفسارات كثير. وش عندنا هنا؟ انت عندك مثلا الحاجات الصغيره اكسسوارات التيب ده بريال. عندي ديات الجلب
على ريال وعشر هلالات. في عندي دي الستانلس بريال وعشر ريال وعشرين اللي هنا. عندي مسمار فخام زي كده بريالين وربع. عندي هذا سبع ريال 120 سنتي و 150 سنتي. وعندي ايضا اللي هنا ايوه مثلا شوفها ده شفاف كامل بخمسة ريال. يا سلام يا بلاش اعطني الاسعار اللي هنا. هذا الماني ولا هذا الماني؟ قلت لي كم 5 ريال اول. هذا لا هذا 7 ريال 120 سم 8 ريال 150 سم. جميل. عندي الجلب برضو اللي هي الجلب ديت استانلس وفي نحاس في بريال و10 هلا ريال و20 هلا في النحاس الاصلي بريال. واللي هنا هذه دي 3 ريال 3 ريال ايه. ما شاء الله تبارك الله اسعار ما يحتاج. الله يبارك فيك. ايش عندنا هنا اخوي محمد؟ انا عندي هنا مثلا لاي جرجور ايطالي ده ب 3 ريال، عندي بسبوز ايطالي ده سعره 9 ريال، وعندي حاجه صيني ده 4 ريال بس 4 ريال، وده بس ده ايطالي ونحاس ده زنك ب 4 ريال ده ب 9 ريال، عندي رش شفاف الماني ده 6 ريال. جميل. تمام. انت عندك البيات زي ما قلنا هنا ب 3 ريال 60 السخانات الاسباني 60 او 80 سم 3 ريال و 4 ريال 6 و 4 ريال. نعم. طيب والمتر من الليات 6 ريال؟ نعم. يا سلام. طيب واللي هنا اشوف انواع ثانيه. ايوه نعم هذا اسباني برضه نفسه هذا متر برضه خلاط. احنا في سخان وفي وفي خلاط من اول 30 سم لغايه المتر 30 40 50 60 80 متر. جميل. وعندي مسمار سخان مسمار مغسله مسمار كرسي هذا كله ريالين وربع. ريالين وربع. اخوي محمد اطقم المغسله اللي هنا عطني اسعار ومقاسات. هذه مغسله هندي مقاسها 55 سم بالمغسله بالعمود ثمنها 65 ريال. أيوة. المغسله مع العمود ايوه في 60 سم منها عامله 75 ريال. 75 ريال. هنا مثلا خلات الخزف برضه السعودي بتعمل حوالي 320 ريال 320 ريال 5 سنين. سخانات الخزف ضمان 5 سنوات. اي نعم. جميل. فيه نوع ثاني من السخانات ولا الخزف بس؟ لا فيه هيت وان بس مش موجود حاليا ده عامل برضه 215 ريال 215 ايوه. وفي طيب. غطاسات مثلا صيني برضه وفي غطاس ايطالي غطاسات طيب شوفها هذا كم سعره؟ هذا غطاس ايطالي سعره 290 ريال ضمان سنتين ولا؟ وهذا ضمان غطاسات اخوي محمد الصناعه والضمان. نعم هذا غطاس صيني واحد حصان ضمان واحد سنه استبدال سعره 270 ريال بس 270 ريال. نعم. مواد البناء والتاسيس اغلبها عندهم عطني الاسعار في المواسير. احنا عندنا كمان كل اغراض التاسيس مواسير ابيض المواسير الصرف مواسير الرمادي مواسير الصرف الحراري يعني. قطع ومواسير والحراري كمان الاخضر كله موجود. طيب ابيك تسعر لي على السريع. على السريع في المواسير اصلا المواسير دي انواع كتير جدا. انا عارف مثلا في سعودي وفي بحريني وفي طيب. من كل مقاس في خفيف ووسط وتقيل. طيب الحراري. الحراري برضو نفس الكلام في مقاسات كتير جدا ثلاث ارباع وبوصه وبوصه ونص واثنين بوصه من الاقل للاعلى. يعني ماسوره الثلاث ارباع ممكن تعمل مثلا حوالي 12 ريال البوصه تعمل مثلا حوالي 22 ريال. جميل. على حسب موجود برضو القطع احنا شفنا تحت البواسير هنا موجود القطع هنا الصرف الاحمر هنا في الصرف الابيض وهنا هنا في الحراري كله موجود. انا عندي مثلا هنا كوع بسن ثمنه حوالي 3 ريال ونص اسعار طبعا مش موجوده خالص في اي مكان. عندي هنا مثلا الكوع الابيض دي صناعه سعوديه حاجه محترمه جدا ده حوالي سعرها حوالي 5 ريال ما فيش الكلام ده بره في النهائي نهائي مش هتلاقي جميل ولا نص السعر. يا سلام. ولا ضعف السعر الله المستعان. واللي هنا الاكواع عندي هنا الحراري برضو كله عندي فيه صناعه في منتجات صناعه سعوديه وفي عندي منتج صناعه الماني كله موجود كل التاسيس احنا متخصصين اصلا تاسيس وجمله تاسيس وجمله نعم وتوصيل داخل الرياض وشحن لخارج الرياض الرقم موضح في كل السنابات تقدر تتواصل معهم ويشحنون لك برا الرياض واذا انت في الرياض يوصلون لك الى البيت ايضا تقدر تجيهم في هالمعرض والرقم واضح. وختام اعلاننا لهذا اليوم في شركه عمار واعمار المتخصصين في مواد البناء والسباكه والصحيات باسعار الجمله في مخرج 17 على شارع جياد حطيت لكم رقمهم تقدر تتواصل معهم عندهم توصيل داخل الرياض وشحن لجميع مناطق المملكه. صورت لكم المستودع اللي عندهم زي ما نلاحظ ونشوف ايضا صورت لكم المعرض الموجود عندهم.